فاكرين البنات كده زمان زمان في الاول كده ما كانوا بيلبسوا 6-7 طرح فوق بعض؟ اه كنا منهم فيهم. ذكريات زباله يا زباله، بذكرياتك الزباله دي. شايف انت التطور وصل لحد فين دلوقتي بيه؟ ولا هدوم اصلا يا باشا، ولا هدوم. لا ما انا قلعت. قلعتيه خلاص. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها. التطور وصل لان هم سابوا الطرح لفوق والحاجات اللي ما مؤاخذه يعني الحوار تحت بقى فظيع يعني. هي من فوق ما انتمى مع محمود، من تحت بقى ما انتمى مع عمرو دياب. تطور يا اسطى في كل حاجه. اتطور يعني مش في الطرحه بس حضرتك. في ايه بقى؟ في كل حاجه يا فندم. ايوه قول لي حاجه من ضمن الحاجات. جاوب على امي سؤال، جاوب على امي سؤال. يعني دلوقتي لا دلوقتي بقوا فري فري بقى. بص ما بيلبسوش ممكن ما مش على الطرح بس ما فيش حد بيلبس حاجه بس بقى بعدها ابتدت اللي هو انت تطلع نص شعرك من قدام وترجع الطرحه لورا وبعدين مرجعها قدام شويه قدام شويه لحد ما في بندانات وكده بس بعد كده بينا شعرنا خالص خالص بقى كده من غير حجاب كده بس طاقيه زي الطاقيه. اه بيبقى نص الشعر باين دلوقتي عم باين القفا وعم باين نص الشعر وهيبقى بس هي الحته اللي طب كمان شهر ايه اللي هيحصل لهم بقى؟ هيخترعوا جديد كمان شهر ايه اللي ممكن يخترعوه جديد؟ ايه الاخر ابديت في ال مش هيبقى في شعر؟ ما هو الطرح عشان تخبي الشعر. اه شالوا الطرح في شعر بعد كده هيشيلوا الشعر مش هيبقى في طرح بتقول ايه؟ في طلعت حواجب مزجزجه زيجو من زجزاج والمزاج زجزاج في المزيجو محدش لا محدش يتوقعهم دول انا ما اقدرش افتح حاجه زي كده. المسائل هتنزل شويه المسائل هتنزل شويه اه الحاجات هتعلى فوق. ايوه مفيش عمر توقع على الله وروح على الامتحان. بقول لك يا هايدي البحوث الساعه 3 استنى اسال هايدي اسال هايدي قول لها فاكره لما كنتوا بتعملوا 7-6 طرح فوق بعض كده فاكره ايه والدرق اللي كانت بتحطه ورا ده. بقول لك هايدي بيقول لك فاكره لما ايه لما ايه ما تاخد تكلمه تشيش انت البنات اللي انت واحده مثلا زي انت لسه مسلم عليها. ايوه ايوه البنات دول حبيبي. اه طبعا ركز معايا عبد الله امورنا. فاكر لما كنا بنلبس 6-7 طرح كده فوق بعض ده زمان ولا دلوقتي؟ اه كان رجاله صح. لا مش وقت تليفوناتك دلوقتي. يلا بس تليفون تالي للحكم يعني الماتش فيه 4 فاولات واتنين تليفون وسجاره. ضيع مستقبل العيله في 7-6 طرح. لا اكيد طبعا مش هضيع مستقبل العيله في الساعه بس هي ممكن تنفعني في حاجات معينه مثلا حاجه عايز اخبيها في كمين ولا اي حاجه في الطرحه وهتخبيها. طب برنس فكره كده يلا كمان شهر كمان شهر رمضان.